مشاهدينا نتابع معاكم ومع قصص سيدات كبار السن، ومنهم جدة بادي وهي حصدت متابعة 1.5 مليون متابع من خلال عرض الأزياء. خلونا نتابع. جدة بادي وينكل والبالغة من العمر 87 عاما هي الأكثر شهرة في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بفضل مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك تويتر وإنستغرام، حيث أصبحت أكبر عارضة أزياء في العالم. رغم كبر سنها للجدة بادي وينكل، فهي تعيش حياتها كأنها ابنة 20 عاما مقلدة حفيدتها الشابة في كل شيء. الجدة بادي كانت البداية معها حينما مرت بفترة عصيبة فقدت فيها ابنها وزوجها، وفي يوم من الأيام قررت أن تعيش حياتها بشكل عادي، لذلك استعانت بحفيدتها التي أعجبت بالتطور. ومن ثم كانت البداية مع 1.1 مليون متابع على موقع إنستغرام، ومن بينهم الفنانة الشابة مايلي سايرس التي عبرت عن سعادتها بلقاء الجدة بادي وينكل، وقالت أن حلمها أن تصبح مثلها عندما تكبر. الجدة بادي وينكل استحقت بجدارة لقب أكبر عارضة أزياء في العالم وعميدة عرض الأزياء. الجدة بادي العسل، ومنا خلونا نرحب بضيفنا وهو هاوي تصوير كبار السن المصور راشد العقيل. أهلا وسهلا فيك راشد. أهلا فيك، حياك الله راشد. إيش حكاية كبار السن في الصور؟ هو نتكلم التصوير بشكل عام، التصوير هو رسالة سامية، هو فن ثقافة، فضمن الرسائل يعني أنه أنا ممكن أصور كبار السن من باب تجديد المحبة، من باب نذكر الناس فيهم، باب أنه واحد ممكن يشوف صورة كبير السن يتذكر والده جده يدعي له، يعني هي الفكرة بس إن هي احترام وتجديد محبة معهم. تعرف راشد، أنا لما أشوف صور كبار السن وخصوصا صور التجاعيد، الشعر الأبيض، نظرة عارف نظرة، يعني ما أقول نظرة حزن بس يمكن أقول نظرة يعني معرفتهم الحقيقية للحياة، يعني وعارفين إيش الحياة وإيش حيصير، يعني فكثير مؤثرة. فحتى دحين في صور الآن ظاهرة على الشاشة يعني لكبار في السن، قل لي إيش أكثر حاجة يعني لفتت انتباهك أو موقف مع أحد رجال يعني كبار السن في أثناء التصوير؟ طيب خلينا نتكلم شيء تعقيبا على كلامك، وفعلا دائما صور كبار السن فيها قصص، فيها حياة كاملة، يعني لما تشوفين صورة شخص كبير سن أو كبيرة سن يعني كأنك تسترجعين ذكرياته كلها من خلال الصورة هذه. صحيح. تجاعيد الوجه في كل زاوية، في كل طرف قصة كاملة. بريق أو لمعة العين. صحيح. فيها حكاية، قصة، ألم، أسى، كفاح، يعني يتكلمك عن حياة كاملة. فحنا في الصور هذه يعني نوطد علاقتنا معهم، في الصور هذه نذكر فيهم، في الصور هذه حنا نضيف لهم حياة. الله. يعني هم كانوا واقفين معنا في البداية ووصلونا لمراحل، يعني كل واحد في حياته أب، أم، جد، جدة، تعبوا لين وصلونا لمستويات معينة. صح. فحنا الآن دورنا نتعب معهم برضو. طب راشد، يقبلوا يتصوروا؟ أنا أعرف هم يعني شوية يكونوا حساسين من هذه الأمور، يقبلوا يتصوروا عادي؟ تستأذنهم لما تيجي تصورهم، بتصورهم على غفلة؟ كل هذه الأمور وأعرفها. طبعا هو ثقافة التصوير يعني لازم الواحد يستأذن من الموديل أو من الشخص اللي حيصوره. هذا رقم واحد. بعد كذا لما استأذن أنا أخليه على راحته، استأذن منه بعد ربع ساعة أجي أصوره. ليش؟ عشان أخذها بعفوية، لأن دائما الصور العفوية هي البسيطة، هي توصل حتى لقلب أو لعين المشاهد بسرعة. فلازم الاستئذان ضروري، لكن هم دائما مرحبين. يعني دائما كبار السن فيهم طيبة. أي والله. فيهم عطاء. فما يقصروا معنا أبدا، دائما سواء أنا أو حتى من زملاء مصورين نفس الفكرة. بتختار أماكن معينة ولا أنت بالصدفة تكون ماشي تلاقي راجل كبير في السن تقوم تلقط ولا؟ هو طبعا الحياة اليومية هذا شيء ضروري، يعني في أماكن بالصدفة
مثلا كنت رايح سوق القى لي شخص شخصين ثلاثه فاصورهم. وفي اماكن هي اساسا يعني هي تجمع كبار السن، كمثال انا اتكلم عن الجنادريه كمثال. ففي كبار السن اللي هم اصحاب الحرف اليدويه مجموعه، لما نتكلم مثلا على السفر شرق اسيا نفس الموضوع برضو، في اشخاص كبار السن كثيره، فموضوع يعني ما له مكان معين او وقت معين. طيب جميل. ابو فهد كان ضيفنا قبل اسبوعين تقريبا، وكان يعني نجم في الاستوديو هنا، واضح انه هو كمان نجم في صورك، ايش الحكايه؟ طبعا ابو فهد هذا رجل تعرفت عليه في احدى المناسبات او في احدى الفعاليات الخيريه. رجل جدا معطاء. صحيح. صورت صورتين انبسط. جاء جلس معي سولف اني، قال ايش تبغى تستفيد من هذه الصور؟ قلت الصور هذه يا طويل العمر السلامه اول حاجه انه ذكر لجهدك انت مما تبذله. طبعا هو رجل معطاء برضو في الفعاليات الخيريه الانسانيه دائما متواجد ابو فهد. الشيء الثاني دائما الصور هذه احرص على بيعها، حطها في معارض متنقله في المولات مقابل مبلغ رمزي، المبلغ بالكامل يروح لخدمه المجتمع. سواء لخدمه جمعيه السرطان، جمعيه الكلى، مختلف الجمعيات. فلما سمعني اتكلم في الموضوع هذا الرجل تحمس، صار دائما هو اللي يطلب مني اني اصوره عشان يعرض صوره. صرت لما اسوي معارض يحضر المعرض بس عشان يشوف صورته وكم شخص حيشتريها. الله، فالرجل معطاء فعلا يعني. يعطيك العافية راشد العقيل، المصور، مصور كبار السن. راشد، احنا باسم أسرة روتانا سيدتي نوجه لك العزاء في وفاة الوالدة اللي أصيبت بالسرطان، واحنا يعني شهر أكتوبر شهر سرطان الثدي، فممكن توجه كلمة لله. طبعا الحمد لله على كل حال، أنا وفاة أمي في مرض السرطان هو دافع كبير إني أدخل مجال التصوير، دعم الجمعيات ودعم يعني أتطوع بموهبتي، أتطوع بفني، فالحمد لله على كل حال، ما أقدر أقول الحمد لله على كل حال. شكرا لك راشد. مشاهدينا الكرام، حلقتنا عن كبار السن انتهت، لكن أترككم مع تقرير عن مدونات موضة كبار السن، وهي دليل أنه حتى كبار السن يتبعن الموضة. It isn't the man as much as the girl. It isn't the song, it's not the song, only the girl. Some satin and lace, or wee bit of gray. Yet none of it will give you a thrill, only the girl. الأناقة وجمال المظهر لا يقتصر على فئة عمرية معينة، بل أصبح اليوم في العالم لدينا فاشينيستا أو ما يعرف بمدونات الموضة لكبار السن، حيث أقدم مؤخرا بعض كبار السن على خطوة غير معتادة بالاشتراك في عروض الموضة أو ما يسمى بالستايلن سينيورز أو أناقة كبار السن. القاعدة الأساسية للمحافظة على جمال المظهر تكمن في أن العمر لا علاقة له بالتألق. الفكرة تعتمد على أن ارتداء الملابس المناسبة سيجعلك جميلة ومتألقة بعمرك تماما. شكرا لك راشد العقيل، وشكرا لكل ضيوفنا في هذه الحلقة. بكده نكون وصلنا لختام حلقتنا اليوم، ونذكركم مشاهدينا الكرام ممكن تشاركونا في هاشتاغ خصصنا عن كبار السن وذكرياتكم مع أجدادكم وجداتكم في هاشتاغ بركة سيدتي. نشوفكم بكرة إن شاء الله، في أمان الله.